ما سنت معاكم في جو اف ام، وسمعنا انا وياكم اغنيه ليبيه بالصوت ضيفتنا الفنانه التونسيه ناجحه جمال. ناجحه، لو كنت تحكي لنا شويه على الاغنيه الليبيه، الاغنيه ده الله يرحمها. غنيتها مع هي من كلمات وتلحين الاستاذ علي الكيلاني من ليبيا. وكان وقتها كان فما برنامج اسمه رواق الكتب مع الشاعر القدير ادم فتحي. وكلمني وقتها قال لي نشها باش تغنينا اغنيه تكون سبيسيال شويه، غنيتها. بعدها هي كلمتني الاعلاميه امل الشاهد، قالت لي نجحة وقتها عندها برنامج اسمه الدار دارنا. تعديت معاها وقتها باش نقول باش نعطي كل واحد حقه. تعمل فيها كليب، اغنيه مصوره. في الوقت هذاك كان مدير التلفزه سي زهير القمبري، وتحيه كبيره ليه، اللي معناتها سي غراس لوي باش تعملت الاغنيه هذيك اغنيه مصوره. وقعدت لمدى 8 سنين تتعدى في الجمعة، على الأقل تتعدى مرة في الوطنية. تفرج فيها الأستاذ علي الكيلاني، قال له منحب الصوت هذا يجي غني لي في عنده برنامج اسمه رفاقة عمر في ليبيا يتعمل في رمضان. وقتها توجهت لي دعوة رسمية ومشيت غنيتها، غنيت مجموعة من الأغاني في رفاقة عمر. وبالحق وقت بصراحة قديش الليبيين يعطيوا قيمة للفنان، خاصة كي تمشي في إطار حلو وإطار معناتها منظم. وقتها غنيت مجموعة أغاني والحقيقة رحبوا بي ترحاب خاص، وتجربة مهمة برشا في مسيرتي. هذيك الساعة تبارك الله مسيرة متميزة ناجحة. ناجحة سمعنا تونسي قبيلة، تحبك سمعنا حاجة شرقي؟ سمعكم تسمع شكون سمعنا؟ والله نسمع كل شيء أنا. لو غنيتكم شوية أم كلثوم، تحب أم كلثوم ولا لسيد المخرج؟ ها هذه أغنية حلو نسمها. حبيب قلبي أنا، حبيب قلبي وفاني في معاده ونوّل بعدي ما طول بعده. حبيب قلبي وفاني، حبيب قلبي قابلني وهو متبسم وطمني على وصله، وقال لي بعد ما سلم سلام سلام القلب يرقص يرقص له، سلام القلب يرقص له. الله الله، يعطيك الصحة. صوت من أروع أصوات اللي شفتها اليوم في البرنامج كيما شو على شو فيه. بالنسبة على المهرجانات، غنيت مهرجانات جهوية ولا غنيت في مهرجانات كرداج؟ أنا غنيت، شوف أنا غنيت من بنزرت لبن قردان. وبالنسبة لي كل مهرجان نمشي له عندي أنا هذاك كرتاج. يا أخي الناس اللي عايشين مساكن في آخر الدنيا 500 و 400 كيلومتر ما عندهمش الحق باش يسمعوا الفن، باش يشوفوا الفنانين متاعهم. علاش نقعدوا نختصروا كان على العاصمة؟ يلزم الناس اللي خارج العاصمه يلزمهم يتمتعوا ويشوفوا الفن ويسمعونا، وهذاك احنا دورنا. الحقيقه هنا ما فماش فنان ما يحبش يغني في كارتاج. كما حكيت لك، كي تجي معناتها يجي الوقت قدره ربي باش نكون في كارتاج. ما زلت نعمل في رصيد وما زلت نخدم في رصيد، لانه بصراحه كارتاج اللي راه فيه توا ما عادش مرجع. ما دام تعداو فيه اشباه الفنانين مع الاسف ما عادش مرجع. بالحق ما هذه حاجه توجع. راهو كارتاج عنده هيبته، راهو غنى فيه هني شاكر، غنت فيه فيروز، ان شاء الله تجي فيروز. فيروز ما حالها
ان شاء الله ربي يمدحها بالصحه كبرش ماجد الرومي فنانين كبار عمالقه معناتها توا تجيب فيه فنانين مازال ما عندهمش ربع اغنيه يطلع يغني لازمك تحترمك الهيبه نتاع نتاع الفضاء نتاع كارتاج دونك انا نغني الحق الحمد لله معناتها ديما نخلي انطباع طيب حتى في كي نمشي للمهرجانات والكل معناتها نحب كما قلت لك نغني في كارتاج توجي وقته باذن الله نحب نطلع له وانا مليانه بالنسبه على كارتاج مع ولاد مهرجان كارتاج يكلموا التوانسه باش يتعداو اكثريه من الاجانب تاعنا طبعا انا معاك يا ولدي يعطيه فرصه للفنان التونسي خلي الفنان التونسي يغني يا اخي احنا كي نمشيو لبنان يعملونا قيمه وقدر انت كي تهبط المطار نتاع ابسط حاجه تهبط المطار الجزائر تلقى اغنيه تونسيه مش مره في الفيل دي هما يقولون عديوا 70% ولا 80% من تونسي والباقي شرقي مثالش انت تلقاه 80% شرقي والباقي تونسي ودي شجعوا مش شجعوا انت يا مخير انا ديما تعرف باش انا تعرف باش نمثل الحكايه انا تو ما هاك تسمعني نغني مليح الشرقي هو به اثراء الرصيد نغني هذا وهذا لكن انا غير على الاغنيه التونسيه كي باش نغني يا هاجره يا ملي عالك بيده ردي علي الدمع ردي علي الدمع والتنهيد يا هاجره يا ملي عالك بيده ردي علي الدمع والتنهيدة شكر روحك الاحساس تحس حاجه في دمك كيفاش انت تحط اغنيه ويا ريتو يا ريتو نسمع في اغاني هادفه والاغاني عندها قيمه تسمع كان في سامحوني سقط المتاع ها ودرش اغنيه ما ساندويتش معناتها ما تقعدش حتى في الودن اما بحكم هما يعديوها ديما تولي تلقى روحك حافظها انت من غير ما تشعر بالنسبه لك انت ناجحه جمهورك اللي كنتي جمهورك يسمع فن الأصيل ولا فن عندك جمهورك شبابي شوف انا نحاول باش نوفق حتى كي نعمل غنية شبابية نعمل فيها شجن فيها كلام عنده معنى وعنده مغزى باقي بعد نتحكم انا في الريتم نتحكم في التلحين مع الليسونسييل يبدا فيها جانب انت هو الفن يا رسول الله راه اسمه رسالة اش معناها رسالة يا انت تخلد اسمك في الذاكرة تخلدوا بالبيه ولا تخلدوا بالخايب كي يقول نشعة جمال نهار آخر أنا نخلي الولدي سمعة باهية نخلي يقولوا أمه غنيت مش يقولوا أمه شوف ش عملت ولا ش هذاك كله يبقى في التاريخ لا يرحم ولا ونخليه لأولادنا ونخليه لجيلنا احنا قبل تربينا على أحكي لعليها يا بابا أحكي لعليها تنتا تو تسمع فيها اغاني درشنيه تلقى ولدك حافظ ولا بنتك حافظه حبيبي قرب بصي وبص يا اخي انا ما عادش نغنيهم هذوما نغنيهم الناس الكل ترى قولوا لهم هما يغنيوا الاغاني هذيا معناتها حاجه رايت انا اللي يغيبني ما عندناش وطنيه ما عندناش روح الوطنيه في غنانا وفي يا رسول الله حس ببلادك هذاك دمك انت تعدي 80% من الاغاني الشرقيه واللبنانيه تو هما يعملوا لك قيمه وقدر كي تمشي غادي انت حتى كي تتعدى في برنامج ما خفت خاطر والا انت عامل ولا انت وليد فنان عربي كيما صبر الرباعي ذاك ولا فنان الناس الكل معناتها فنان عربي كيما لطيفه كيما لطيفه كيما برشا اسماء معناتها قعدوا في كيما لطفي بوشنير هذوما كعبتين وكعبه معناتها بالسيفنا عليهم لانهم هما يجيبوا هما يزيدوهم البلوس اضافه بيان سور انت تهبط المغرب ولا الجزائر باش نشحوا المغاربه والجزائريه انت حتى كي تتفرج في برنامج في المغرب ما تقعدش تتقهر على بلادك حتى في لبستهم تراديسيونيل ما بنها ومحليها حتى في غنائهم يجيبوا احنا حتى تو هاكا نقصد شوي حتى كي يستدعي لك فنان تونسي تقولش عليه عمل عليك مزي حتى حاجه توجع القلب فهمت ان شاء الله
الرئيس بتاعنا يبدل الاجواء ولايكاي يظهر لي ما عادش هكا سمعت معناتها باش على الاقل يعملوا يقنوا القطاع يقنوه لانه مش لانه توا كل واحد يحك راسه يولي فنان كل واحد يحك راسه زاد حتى هذيك عندها قيمتها لازمك باش تقدم حاجه وان شاء الله زاد وزاره الثقافه بالنسبه ليهم انا اللي ريته في فتره الكورونا الثقافه اخر اهتماماتهم تيهت حطنا وزير يا رسول الله يا اخي الثقافه هكيك معناتها عندكم البهيم القصير ان شاء الله الجاي خير وكها واحنا ديما نأملوا للخير وان شاء الله ربي معانا وكها ليش حاجة جميل بصراحة معاولة ثلاثة تشوفوا فنانين يستقروا من خارج تونس كيفاش فنانين؟ يستقروا من خارج تونس مثلا نشوفوش نشوفوا فنانة ليش حاجة جميل تغني بمصر جيتني فورس ما هي فورس منهم مرة ثم نور مهنة هاني مهنة بلوتو اللي لحن ديما نغلط ما بيناتهم اللي لحن الذكرى اللي لحن الذكرى هاني مهنة جاء تونس اسمعني قال لي توا تمشي معايا لمصر وعندك غنية حاضرة هذه عامل فيه عندك غنية حاضرة وتمشي وقدمت للشركات أنا الحقيقة أنا مرأة نحب عائلتي برشا وما نجبش نبعد على دارنا وعلى عائلتي أنا حتى كي نمشي نعمل حفلات البرة الحقيقة نقعد نهار نهارين ماكس ونروح لولوية هي عائلتي بالطبع وهذا يراو نحكي لك فيه جاتني فرص قبل زواجي متى أنا يسر أتشيب أمي وبخوتي ما نجمش نبعد عليهم الحق ممكن فما فنانين أخرين كي يلقوا الفرصة لي ما ليعتش به يحب ينتشر عربية هذا حق مشروع ولا إيه ليش ها ليش تقول سامحني إن شاء الله تسامحني أمي إن شاء الله تسامحني خاطر على قد تعبها وشقاها وعلى قد ما معايا معناتها في السراء والذراء وعلى قد ما هي معناتها أمي إلى حد الآن هي المرأة اللي تحتوي المرأة الوحيدة اللي قاعدة تحتوي فيها بحبها وبحنانها وبخوف عليا ومعناتها تحبني توا نوصل وتحبني نقدم وتخاف على هكا على هبة نسمة في بنتها ما تحبهاش أمي كونسكرت حياتها لينا ربي فضلها لنا نقولها يا ربي إن شاء الله على التعب اللي تعبته لك رغم أني شنو تعب ما تعبتهاش برشا أما هذي لفيت إنها تخاف عليا وتحب بنتها ديما في تصويرة جميلة وتحب بنتها ديما هكا في العلالي قولها أمي إن شاء الله تسامحني على تعبت معاي وعلى شكون تقول شكر شكرا لامي شكرا لاخوتي شكرا لمرت خويا اللي في وقت المحن لقيتها شكرا لزوجي اللي كيف ديما معايا في السراء والذراء واللي لولاه خاطر رجلي هو ولد فنان وبوه كان فرقه المنار طيب البحري وديما يشجع فيا والى حد الان يشجعني وديما ورايا عائلتي بصفة عامة نقول لهم شكرا 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 على قد ما نقول شكرا وما نوفيش بجميلهم يعطيك الصحة ناجحة ناجحة على الأقل برنامج شوفي فباش نخليك كلمة ختام وبعد ما نعطي إلى اللقاء باش تقنينا حاجة ختامية حاضر كلمة ختام شو تحب تقول؟ نحب نقول إن شاء الله الجاي خير وإن شاء الله يا ربي تتنحى علينا هالغمة ونرجع نخدمه لأنه بالحق دو الميادين الكل رجع تخدم يا رسول الله كان الفن دو أنت كي تمشي للمارشي تمشي للحفلة دو في الوتلة الدنيا هكا بالعباد إلا الفن نعرفه يا أخويا نعمله بروتوكول صحي يمشي بين معناتها نقتديه به مهرجانات نعمله في ديزي سباس أوفيرت نعمله تباعد جسدي بالجالب كذا معناتها طاقة استيعاب متاع 100 نعملوها 50 خلينا نخدمه وإن شاء الله الجاي خير إن شاء الله عندي غنية ديو أنا وسونيا نور الدين توا أول ما تحضر إن شاء الله نقول لكم عليها ونعديها معاكم هذا هو يعطيك الصحة يعيش عفوا سامحوني يعطيك الصحة نورتنا وشرفنا ناجحة نورتنا متاعتنا اليوم بالغناء وكل شيء شكرا لك يعيشك ميرسي على الاستضافة ميرسي ليكم أحلاكم يكيب حلوة وحسيتكم تخدموا بحب
وان شاء الله يا ربي نشوفوها في العلالي وشوف راو ريت باش تنجح الاصرار والعزيمه، ولانه بلاش اصرار وبلاش عزيمه راو ما نوصلوش. يزمك تقرا في روحك الثقه وتقول انا بقدره الاله باش نوصل، مادام عندي الكاباسيتي وعندي الكفاءه يلزمني نوصل باذن الله. ان شاء الله توصلوا بقدره ربي، ان شاء الله نشوفوها تزاحم في الاذاعات اللي عندها اسمها تو ان شاء الله. يعطيك الصحه نيشان، شكرا لك مشاهدينا ومستمعي جو اف ام، هكا نوصلوا خدام برنامج كيما شو. ان شاء الله نتقابلوا، ان شاء الله نتقابلوا الخميس الجاي من ساعتين الاربعة مباشره على جو اف ام. تحيه كامل الفريق العامل، تحيه الفريق اسامه، تحيه كامل الفريق العاملين. نتقابلوا ان شاء الله الجمعه الجايه في الخدام. خليكم مع نغم، نسمعوا اغنيه من اغاني ناجحه جمال، وبعد نتقابلوا ان شاء الله الجمعه الجايه. باي باي. نعملوا حاجه تونسيه، ما هو حاجه تونسيه ولا نعمل لكم يزي؟ طبعا عملنا التونسي وعملنا الشرقي، نعمل حاجه خليجيه. انا نموت على التونسي، انا يعني نحب نعمل كما قلت لك، هو به راوت الانفتاح على الثقافات حلو، لكن ديما التونسي بتاعنا قبل. انا حتى في عروضي نعملته 100% تونسي، نعمل شطر لولاني نتاع السهره اغنيه انا الخاصه باش يسمعوني العباد، شطر السهره الاخرى تراثنا. مقادير 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 يا قلبي العنان، مقادير مقادير وش ذنبي انا، مقادير مقادير يا قلبي العنان، مقادير وش ذنبي انا، مقادير يا قلبي العنا، مقادير وش ذنبي انا، مقادير وتمضي حياتي مشاوير واتمنى الهنا، مقادير وتمضي حياتي مشاوير واتمنى الهنا، مقادير ومقادير. عفوا يعطيك الصحة ناجحة، هكا نوصلوا لختام برنامجنا، نتقابلوا إن شاء الله كما قلت لكم الخميس الجاي على جو اف ام. باي باي. حرام عليك، وأنا أقول مسنا معكم على جو اف ام، أهلا وسهلا مرحبا بكم متابعين راديو جو اف ام، وين ما كنتم سواء داخل تونس أو خارج تونس. تنجموا تتفاعلوا معنا على القناة الرسمية على الفيسبوك، صفحة رسمية عفوا، صفحة رسمية على فيسبوك جو اف ام، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على القناة الرسمية على اليوتيوب، تشوفونا مباشرة على الهواء. ضيفتنا هي فنانة تونسية بدأت مسيرتها في عام 1997، مطربة تونسية تغني عديد الألوان، تغني الدربي، تغني الشعبي، تغني التونسي، عندها برشا غنيات من آخر أعمالها غنية إيش خصني باش نحكيو عليها وعن صورتها فيديو كليب. خلينا نرحبوا بكل حظ الفنانة التونسية ناجحة جمال. مرحبا بك ناجحة. مرحبا كمال، مرحبا بك ومرحبا بكل من يسمع فينا على جو اف ام. نبارك لكم على هالمولود الجديد الاعلامي الجديد اللي ان شاء الله يضيف للساحه الاعلاميه ان شاء الله بالبركه، وان شاء الله مزيد من النجاحات يا رب. يعيشك ناجحه، مرحبا بيك. انا بصراحه ناجحه نعرفك من قبل، لكن هذه اول 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 مقابله اذاعيه بيننا. معناتها تقابلنا قبل وعملنا مع بعضنا هذاك تصوير هذاك، اي ما لقاء حلو برشا، هذه لقاء حلو برشا، لكن نحكي على المقابله اذاعيه. مقابله اذاعيه بالطبع، هذه اول مقابله اذاعيه. مرحبا بك، نورتنا وشرفتنا ناجحه، مرحبا بك في كل وقت. ناجحه جمال الفنانه التونسيه، كما قلت في بدايتك تاعك في 1997. ناجحه، باش نسلك اول سؤال بالنسبه لي انا، ناجحه جمال هل هو فن اسمك فني؟ ولا اسمك حقيقي ولا شنو؟ اللي يسألوه لي هو اسمي ولقبي، معناتها الاسم ناجحة
واللقب جمال، معناتها ما عملتش اسم فني. يعني انا بطبيعتي من ولادتي طلعت فنانه، معناتها اسم فني بطبيعته نلقاه حاضر. فمش علاش معناتها تم برشا فنانين يبدلوا اسمائهم لانهم حتى على الصوره الجماليه، حتى على الوذن، معناتها كي يجي مثل اي اسم معناتها ينجم يكون ماهوش فني. فهمت؟ انا اسمي ناجحه واللقب جمال، معناتها من عند ربي الحمد لله. تبارك الله، ناجحه ناجحه جمال. كيما قلت في بين سيرتك الفنيه بدايه 97، كنا نحكيو شويه على قديش عندك من اعمال من 97 حتى تو. عندي برشا اعمال ما شاء الله، عندي في الخزينه نتاع الاذاعه عندي مجموعه من الاعمال القيمه، غير مالوريزمون ما عادش هاك تشوف، معناتها ما عادش ثم الاذاعه، لانه قبل كانت الاذاعه تتبنى الاصوات وتتبنى الشعراء وتتبنى الملحنين، توا ما عادش. عندي مجموعه اعمال انتجتهم وحدي، اخر انتاج هاو معناتها سمعتوه ان شاء الله، معناتها عجب العباد، اللي هو ايش خصني. سامحني لنا شوي. ايش خصني كان ربي عطاني تفارها زماني، نرتاح من وقت شورك واني، نرتاح من وقت شورك واني. يعطيك الصحة. ايش خصني عملت فيديو كليب، كان الإخراج كان لأسامة حنينية، شاركوني فيه الإعلامية القديرة هلا الدوادي، الجوهرة السوداء عيدي حمروني. كان عمل الحقيقة عجب العباد وعجب برشا إعلاميين، وديما نواصلوا في الكفاح وفي النضال متاع الفن. في الكليب ايش خصني شفنا الإعلامية القديرة نحبوها برشا هلا ثوادي، وشفنا لاعب عيدي حمروني. علاش اخترت في الكليب انه تشارك فيها هلا ثوادي والعيدي حمروني؟ شوف، هي الأغنية فيها موضوع حلو برشا، هو موضوعها اجتماعي وفيها برشا شجن، والكلمات فيهم برشا معاني جميلة اللي نفتقدوهم توا في وقتنا هذايا، سلة الرحم، التحابب بين العباد، لأنه توا بصراحة العباد عندها برشا، تحس ثم ناس عندها برشا شحنة متاع كره مجاني. قلت لما لا تكون معايا هلا الذوادي، حكم هي تقدم في عمل اجتماعي، معناتها ما جبتهاش اعتباطيا أنا هلا، حطيتها هي بينتنا عشره انا وياها وصحبه، معناتها خدمه ولينا اصحاب وعائله واحده. قلت لي ما ليه، كلمت المخرج قلت له ايش قولك نحطوا هيله في الكليب تتصور، كوم هي تقدم في برنامج اجتماعي تظهر في الكليب اللي هي تقدم في برنامج اجتماعي. وفعلا هذاك اللي صار. بالنسبه لعايلي حمروني، عايلي حمروني تربطني به زاد كيف انا نمشي برشا بالعاطفه راهو. وما نجيبش عباد صدفه، ما نجيبش عباد صدفه، وما نجيبش عباد ما عنديش بيهم، ما فماش اونتونت ما بيناتنا، ولا ما فماش حب ما بيناتنا. عيادي حكم علاقتي به، معناتها تعشرنا برشا، ولد بلادي هو، وقدم له تحيه بالمناسبه ولعائلته والكل. عيادي قدم برشا للكره التونسيه وعطى لبلاده برشا، لكن بلاده ما عطاته حتى شيء، معناتها وقت اللي طاحت به الدنيا ما بلاده ما وقفتش معاه. حبيته انا نقدمه كأوماج اللاعب كوره، معناتها مش اي لاعب كوره، معناتها كان يلقب الى حد الان بالجوهره السوداء، أوماج لي هو مسيرته وتكريم. فوالا تكريم. انت مغرومه بالكره؟ والله قبل كنت مغرومة. لأنه توا الكرة الحقيقة ما عادش نتبع فيها برشا. كنت تشجع شكون أنت؟ أنا تشجع الإسبيرانس هنا. إسبيرانتي. تراشي، وما التقني باش يتقش عليك هو الإفريقي. شو أنا راجلي كلوبيست، وولدي
وانا الوحيده اسبيرانس. الاسبيرانس خاطر انا حليت عيني نلقى عيادي ونلقى طرق ثابت ونلقى بالحق وقت اللي كانت الكره كره. توا عباد قبل كانت تلعب على المريول تلعب على الدراب، توا ولاو يلعبوا على اكثر حاجه على الفلوس. توا انت تجيب صغير ابسط حاجه في الكره، ما نعرفش توافقوني فيها ولا تهز صغيرك يبدا مغروم بالكره، مغروم برشا الفلوس تدخل فيها الفلوس، يدخلوا ذاك اللي عنده فلوس ما عندوش ساقين. كما في الفن بالضبط كل شيء تحسه طاحت قيمته. فهمت؟ ما نعرفش صحيح ولا كلامي، اما هذا انا اللي راه لا هذا الصحيح. الاغنيه ايش خاصني فيها كلمات وجيعه. اي وجيعه انتم اخترتوا باش تكون كلمات وجيعه. خليني عاد باش نعطيه لكل واحد حق. تفضل. الكلمات هي تغنيت، هي غنيها بالقسم عبهول ولد مدنين. ولد ولايه مدنين قدم له تحيه كيف كيف. تلحينه هو، غناها بالقسم عبهول، وكلمات الشاعر القدير شاعر الصحراء بشير عبد العظيم. معناتها سي بشير وقت اللي كلمته على الاغنيه قال لي ناجحه غنيها، واعطاني حتى معناتها عندك رخصه، اعطاني ترخيص باش نغنيها بولا. واضح ما سلمتش متواصلين. نعمل ترديحه؟ نعمل ترديحه. نسمع اغنيه من اغانيك من اختيار المخرج. اي نسمع موسيقى بعد نعود نسمع مع الفنانة التونسية ناجحة شميل. ومثلا مثلا معكم على جو فام في برنامج كيما شوما. مرحبا بكم مرحبا بالسادة المستمعين، تحية لكم، تحية لكل المستمعين والمشاهدين يتفاعلوا معنا على الصفحة الرسمية على الفيسبوك كيمو جو فام على فيسبوك ولا على قناتنا الرسمية على يوتيوب. تجمعوا تتفاعلوا معنا في المباشر. ومرحبا بكم مرحبا سيدة مستمعين. مثلنا مع الفنانة التونسية ناجحة شميل. سمعنا غنية غنية رائعة مع هاشم هاشمي مشهور. تحية هاشمي. هي الغنية الديو هذي عملناها في تنبك الكورونا. هي كلمات وتلحين هاشمي المتماتي، وغنيها معايا هشام المتماتي، اقترح عليا باش نغنيوها ديو. عجبتني الفكره وعجبتني الاغنيه، وتبارك الله هشام من الاصوات معناتها الكبيره في البلاد، معناتها غير الله غالب، معناتها الاعلام مش قاعد يظهر كما تعرف، معناتها راك تشوف، معناتها اللي تشوف فيه تويكا الاصوات القمم اللي تراو فيهم الله غالب، الاصوات الكبيره ما راهمش برشا في التلفاز، والناس اللي قاعده تكتب مليح وتلحن مليح ما مش قاعدين يظهروا. الحمد لله توا عندنا ديجيتال، توا ربي يبارك فيه، توا باش يجي عام عامين اخرين ما عادش نفرجوا في التلفز. وقتها جهدك يعلف اللي عنده مجهود باش يظهر هكا ولا. واضح. باش نسالك مع هشام المتمدي، اول تعامل مع بعضكم بالفيديو؟ احنا نعرفوا بعضنا من قبل، معناتها عشره انا وهشمي، ان شاء الله عندنا اغنيه اخرى في المستقبل مع بعضنا. انت معاه ولا ضد غني فيديو؟ لا بالعكس، انا نحب التجارب، انا نحب، انا بريسك في مسيرتي عامله يظهر لي اربعه ولا خمسه تجارب نتاع ديو. عندي اغنيه عملتها انا والفنان الكبير الهادي حبوبه، رجل له تحيه، رجل له تحيه وربي يفضله وربي يبارك له ان شاء الله في صحته. هذاك تاريخ نتاع البلاد نتاع الفن الشعبي. الاغنيه ناري عزينا يما، سمعينا شويه بيه حاضر بس سمعك قصيده عليك. ناري عزينا يما ما جاتش اليوم، عملتها فينا يما لحالي دوم، ما تزرع حاجه ماني محتاجه، ما تزرع حاجه ماني محتاجه، زرعي في باجه يما قمحي بالكوم، ومشى في بالي يما تخطبني اليوم، ومشى في بالي يما تخطبني اليوم. الله الله عايشك. وعملت غنية انا والفنان حسين زيدان اعاده زاد كيف كيف لغنية غنية غناها الفنان الكبير تزيري، هو ولد ويت سوف عبد الله المناعي. وعملت غنية أنا والشاب عماد، يا لالا عيونك سود وجلابة، يا لالا عيونك سود وجلابة، يا لالا يا لالا حسدوني عليهم لبنات،
يا لا لا يا لا لا ويا لا لا كل ما نشوفك زاد غرامي يا لا لا يا لا لا نفرح كي نشوفك قدامي يا لا لا يا لا لا. الله. هي الأغنية هدية هي كتبها ولحنها الشاب عماد الفنان القدير ولد الجنوب شاب عماد، لكن مع الأسف برشا غنيوها عملوا لها إعادة معناتها ما ذكروش حتى اسمه، هي من برشا بيمشي في بينهم التراث، وهي ليه هي الأغنية للفنان القدير شاب عماد. مشروع تحية شاب شاب عماد. نحكيو نحكيو شوية على البرنامج شريك نجوم رؤوف كوكا. كنت على المخك ما تشارك في البرنامج هذا؟ اي وقتها نوجه تحيه كبيره لرؤوف كوكا للاعلامي رؤوف كوكا واللي صانع النجوم بالحق. وقتها انا عام 97 انا غنيت في مهرجان الموسيقى عام 97 اغنيه من كلمات بشير فرح وتلحين خالد الزديري الله يرحمه. كيف جاتني الفرصه نتاع طريق النجوم ظهر لي كاني انا باش نوخر بالتوالي، مع اني غنيت في مهرجان الاغنيه. وقت اللي وجه لي الدعوه رؤوف كوكا وجاني حتى هبط لي لتونس ووسط البلاد معناتها حتى وزاره السياحه، ومشيت وقتها عامل لما غاديك عملها في كارتاش بالاس، مشيت وشفت الاجواء وكذا على اساس انا باش نكون معاهم من الاوائل. بعد كي معناتها خممت في الحكايه قلت الحقيقه ما جاش ممكن هذيك الوحيده اللي ندمت عليها هنا الفرصه. ما جاش البالي باش يتعدى في وقت معناتها يتفرجوا فيه الناس الكل وباش ياخذ معناتها سيت كبير. قلت باش نرجع للمواهب انا وانا غنيت في مهرجان الموسيقى. وابري تو ديما نقول كل شيء بالمكتوب. شكون شجعك في الفن؟ في الفن والله بابا يا رحمه شجعني. اخوتي زاده كيف امي في البدايه ما كانتش معناتها معاه اني ندخل في الميدان الفني، بحكم انا تعديت موسيقى عملت انا وسيت موسيقى بالاساس على اساس باش نقرا باش نتخرج وسيت موسيقى. بشويه بشويه بديت في الفرقه القوميه في فرقه الرشيديه، كل مره نطلع نغني نمشي مهرجان نغني، بديت تستوعب في الحكايه بشويه بشويه. وهي كما تعرفكم كما اي ام خايفه لبنتها تضيع، ولا خاصه دومين نحن صعيب شويه وكل معناتها صعيب مراه باش تقعد على مبادئها وعلى القيم نتاعها صعيب برشا. كيف شافتني معناتها الحمد لله مشيت في سكه باهيه معناتها بالعكس توا مشجعتني برشا ربي فضلها. بيناتنا انا شعب ظلمت روحك مره؟ ظلمت روحي والله لا، هو ممكن فما مرات ظلمت روحي صحيح. اما ما نقولش ظلمت روحي، نقول مش كاتب لي هذاك الشيء، هذاك كان جاي كاتب لي كان كتبت لي باش نمشي نغني فك البلاصه هذيك، ولا فلتت فرصه، ولا راهو سيك ربي مش حابب. وحاجه مش حاببها ربي بقدره الاله ما يكون فيها كان الخير. ليش بالنسبة كما تعرف ناجحة فما برشا غنيات برشا شباب يعملوا غنيات كفر إعادة التوزيع على غنيات وكل شيء معناتها. بالنسبة لك أنت ناجحة نجموش نشوفوا غنيات تعمل إعادة التوزيع مثلا كما فنانين مثلا فنانين عرب ولا حاجة ولا كيفاه؟ أنت معاولة هذه الحكاية معناتها إعادة أغاني تراب تاع تراث سواء تراث تونسي ولا أي غنية أخرى معناتها؟ أنا عملت الرقراقي اللي هي معناتها معروفة في الجنوب، عملت إعادة توزيعها وغنيتها وعجبت برشا العباد، حتى في عروضي معناتها في الحفلات نتاعي يطلبوها برشا مني. عملت غنية أخرى زادة كيف نعمل معناتها كي تعجبني غنية نقول علاش ليه ما نغنيهاش، ما نعملش إعادة توزيع ونغنيها، لأنه زاد جيلنا الجديد هذايا كيفاش باش يعرف الأغاني القديمة؟ معناتها أنا كفنانة وكبرشا فنانين ديجا ماشيين في نفس التوجه. تعجبوا غنية من التراث لما ليه ما يعاودش توزيعها ويغنيها، يسمعوها الجيل الجديد. ناجحة أنت في العصبة في نقابة الفنانين؟ أنا توا حاليا أنا
منخرطة في نقابة الاتحاد، النقابة الأساسية لقطاع الموسيقى اللي يترأسها وليد الزويغي، اللي هي في هيكل قانوني اللي هو اتحاد الشغل، وصار مؤتمر وناس انتخبت هذيك تعتبر نقابة، الأخرين ما همش نقابات، الأخرين جمعيات. وأنا سبق وكنت عضوة في المكتب التنفيذي مع الفنان الكبير وقت اللي كان هو كاتب عام مقداد السهيلي. بعدين قدمت استقالتي، كنت أمين مال وقدمت استقالتي وخرجت. بعد الجمعية النقابة هذه الأخرى معناتها ما تعتبرش نقابة الحقيقة، اللي تاع ماهر، تاع ماهر تعتبر جمعية. لأن أنا ناحية برشا نواحي ما صارش، أنت باش تعمل نقابة يلزم تعمل مؤتمر 24 ولاية تعرف اللي باش يقع مؤتمر اللي باش الناس تنتخب النقيب باش تنتخب الأعضاء نتاعو. أنت هذا ما صارش، ماهيش بشكل قانوني قاعدة تخدم، فهمت؟ معناتها إذا كان نمشيو بالقانون النقابة الوحيدة اللي توا معناتها قانونية اللي هي نقابة الاتحاد. واضح. بيه ناجحة. مثلا متواصلين معاكم في برنامج، ونقول لك حاجة بصراحة، هذوما النقابات اللي قاعدين يتكاثروا في الفقاقية راهو يزيد يشتت جودي بيان، يزيد يشتت الموسيقيين والفنانين. إذا كان ما نلتفوش حول نقابة واحدة باش معناتها تدافع على حقوق الفنان، مش كل واحد كل ولد شي كل حومه عامله نقابه تو ما تجيش، مش ما يزيدنا كان تشتت ويزيدنا كان يبعدنا على بعضنا. مع ولدت ستات سبحان عليك، مع ولدت الناس يعملوا نقابه، مثلا نقابه فن، نقابه سينما، نقابه المسرح، كل ميدان يعملون فيه نقابة. أنت يا إحنا قديش هي مصر أم الدنيا، اللي الشعب متاعها تريبل متاع شعبنا، عندهم هاني شاكر وما أدراك. أكيد هاني شاكر، نقدم له بالحق، نقدم له تحية بالحق، اللي هو قاعد يخدم في القطاع بالحق يا أخوي. نحيه لأنه بصراحة كل واحد يخمى باش يعمل نقابة راهو يحب يتموقع، تعرفش معناه يحب يتموقع، يحب يعمل علاقات ويحب يزيني بالحق. خاطر انا قبل تكلمت نلقى روحي وحدي نتكلم، القطاع قاعد فيه خور وقاعد ربي يعلم بينا، احنا توا نعيشوا في البطاله عامين. انت ايش عملت فيها النقابات هذه؟ ابار نقابه الاتحاد قاعده تخدم بالساكته، مش يقول لك تسمع جعجعه ولا ترى طحينا. هذوما يعملوا في التصاور ويمشيوا يتصوروا مع الرئيس، وهاو عملنا المطلب هذا، هاو عملنا كذا، وفي الاخير ما تم حتى شيء. اعطيني ايش قدمت للقطاع؟ حتى شيء، قدمت كان روحك. ناجحه معناتها انت، معناتها نشوفوك تغني في الافراح، تغني في المهرجانات. وين تلاقي روحك اكثر في المهرجانات ولا في الافراح؟ شوف انا هو بار برينسيب، كل فنان يشوف روحه وين يلقى روحه. انا لقيت التوجه نتاعي مهرجانات وحفلات خاصه، معناتها حفلات عروسات نتاع العباد. كيف انا عندي، انا باش نمشي المهرجان ولا باش نمشي العزف، باش العائلات، باش نمشي حاجه واحده ما نغنيش فيها هي لي ريستوران. من بداياتي مانيش معاها برشا هكاك بار برينسيب، اما بار برينسيب. اما زملائي ربي يعينهم، كل حد عنده التوجه نتاعو. فما ناس معناتها فما فنانين ما يسترزقوا الا ماكل الكباري ولا ريستوران، وربي يعينهم ديجا مساكن تو عايشين بطالة. بين نسمعوا اغنية موسيقى بعد تعاودوا نرجعوا نكملوا لحظات أخيرة من برنامج كيم وشو على الجو في موسيقى، ونعاودوا نرجعوا. مسيت معاكم في جو افام، وسمعنا انا وياكم اغنية اللي بيا بالصوت ضيفتنا الفنانة التونسية ناجحة جمال. ناجحة، لو كنت تحكي لنا شوية على الغنية اللي بيا، الغنية هذه غنيتها الفنانة الكبيرة بصوت رهيب ربي يرحمها، ونعرفها من ذكرى محمد الله يرحمها. غنيتها هي من كلمات وتلحين الأستاذ علي الكيلاني من ليبيا. وكان وقتها كان فما برنامج اسمه رواق الكتب،
مع الشاعر القدير ادم فتحي. كلمني وقتها قال لي نشا باش تغني لنا اغنيه تكون سبيسيال شويه، غنيتها. بعدها هي كلمتني الاعلاميه امل الشاهد، قالت لي نشا وقتها عندها برنامج اسمه الدار دارنا، تعديت معاها وقتها باش نقول باش نعطي كل واحد حقه، تعمل فيها كليب اغنيه مصوره. في الوقت هذاك كان مدير التلفزه سي زهير القمبري، وتحيه كبيره ليه اللي معناتها سي جراس لوي باش تعملت الاغنيه هذيك اغنيه مصوره. وقعدت لمدى 8 سنين تتعدى، في الجمعه على الاقل تتعدى مره في الوطنيه. تفرج فيها الاستاذ علي الكيلاني، قال من حب الصوت هذا يجي يغني لي في عنده برنامج اسمه رفاقه عمر في ليبيا يتعمل في رمضان. وقتها توجهت لي دعوه رسميه ومشيت غنيتها، غنيت مجموعه من الاغاني في رفاقه عمر. وبالحق وقت بصراحه قديش الليبيين يعطيوا قيمه للفنان، خاصه كي تمشي في اطار حلو واطار معناتها منظم. وقتها غنيت مجموعه اغاني والحقيقه رحبوا بي ترحاب خاص، وتجربه مهمه برشا في مسيرتي. هذيك الساعه تبارك الله مسيره متميزه ناجحه. ناجحه سمعنا تونسي قبيله، تحبك سمعنا حاجه شرقي سمعكم، تسمع شكون سمعنا؟ والله نسمع كل شيء، انا نغني لكم شويه ام كلثوم. تحب ام كلثوم ولا السيد المخرج؟ ها هذه اغنيه حلوه نسمع. حبيب قلبي أنا، حبيب قلبي وفاني في معاده، ونوّل بعد ما طول بعده. حبيب قلبي وفاني، حبيب قلبي قابلني وهو متبسم وطمني على وصله، وقال لي بعد ما سلم سلام سلام، القلب يرقص يرقص له سلام، القلب يرقص له. الله عايش. الله يعطيك الصحة، صوت عايش. صوت من أروع أصوات اللي شفتها اليوم في البرنامج كيما شو على شو فيه. بالنسبة على المهرجانات، غنيت مهرجانات جهوية ولا غنيت في مهرجانات كرداج؟ أنا غنيت، شوف أنا غنيت من بنزرت لبن قردين، وبالنسبة لي كل مهرجان اللي مشيله عندي أنا هذاك كرداج. يا أخي الناس اللي عايشين مساكن في آخر الدنيا 500 و 400 كيلومتر ما عندهمش الحق باش يسمعوا الفن، باش يشوفوا الفنانين متاعهم. علاش نقعدوا نختصروا كان على العاصمة؟ يلزم الناس اللي خارج العاصمة يلزمهم يتمتعوا ويشوفوا الفن ويسمعونا، وهذاك احنا دورنا. الحقيقة انا فماش فنان ما يحبش يغني في كارتاج. كما حكيت لك كي تجي معناتها يجي الوقت قدرة ربي باش نكون في كارتاج. ما زلت نعمل في رصيد، وما زلت نخدم في رصيد، لانه بصراحة كارتاج اللي راه فيه توا ما عادش مرجع. ما دام تعداو فيه اشباه الفنانين مع الاسف ما عادش مرجع. بالحق ما هذه حاجه توجع. راهو كارتاج عنده هيبته، راهو غنى فيه هني شاكر، غنت فيه فيروز، ان شاء الله تجي فيروز. فيروز ما حالها ان شاء الله ربي يمدحها بالصحه، كبرت. ماجد الرومي، فنانين كبار عمالقه. معناتها توا تجيب فيه فنانين مازال ما عندهمش ربع اغنيه يطلع يغني. لازمك تحترمك الهيبه نتاع الفضاء نتاع كارتاج. دونك انا نغني الحق الحمد لله، معناتها ديما نخلي انطباع طيب حتى في كي نمشي للمهرجانات والكل. معناتها نحب كما قلت لك نغني في كارتاج، توجي وقته باذن الله. نحب نطلع له وانا مليانه.
بالنسبه على الكرتاج مع ولاثات معلشين كرتاج كلمه توينس باش يتعداو اكثريه من الاجانب تاعنا. طبعا طبعا انا معاك يا ولدي، يعطيه فرصه للفنان التونسي، خلي الفنان التونسي يغني. يا اخي احنا كي نمشيو للبنان يعملوا لنا قيمه وقدر. انت كي تهبط المطار تاع ابسط حاجه، تهبط المطار الجزائر تلقى اغنيه تونسيه مش مره في الفيل، دي هما يقولوا لهم عديوا 70% ولا 80% من تونسي والباقي شرقي. مثالش انت تلقاه 80% شرقي والباقي تونسي. ودي شجعوا مش شجعوا انت يا مخير. انا ديما تعرف باش انا تعرف باش نمثل الحكايه. انا توما هاك تسمعني نغني مليح الشرقي، هو به اثراء الرصيد نغني هذا وهذا، لكن انا غير على الاغنيه التونسيه. كي باش نغني يا هاجره يا هاجره يا ملي عليك بيده، ردي علي الدمع ردي علي الدمع والتنهيد. يا هاجره يا هاجره يا هاجره يا هاجره يا ملي عليك بيده، ردي علي الدمع والتنهيدة. شكر روحك الاحساس، تحس حاجه في دمك. كيفاش انت تحط اغنيه ويا ريتو يا ريتو نسمع في اغاني هادفه والاغاني عندها قيمه. تسمع كان في سامحوني سقط المتاع ها ودرش الاغنيه ساندويتش معناتها ما تقعدش حتى في الودن، اما بحكم هما يعديوها ديما تولي تلقى روحك حافظها انت من غير ما تشعر. بالنسبه لك انت ناجحه، جمهورك اللي كنت جمهورك يسمع فن الأصيل ولا فن عندك جمهورك شبابي؟ شوف أنا نحاول باش نوفق، حتى كي نعمل غنية شبابية نعمل فيها شجن، فيها كلام عنده معنى وعنده مغزى. باقي بعد نتحكم أنا في الريتم، نتحكم في التلحين، معناتها ليسونسييل يبدأ فيها جانب أنت. هو الفن يا رسول الله راه اسمه رسالة. إيش معناها رسالة؟ يا أنت تخلد اسمك في الذاكرة تخلدوا بالباهي ولا تخلدوا بالخايب. كي يقول نجحة جمال نهار اخر، انا نخلي لولدي سمعه باهيه، نخلي يقولوا امه غنيت وغنيت وغنيت، مش يقولوا امه شوف ش عملت ولا هذاك كله. هذاك كله يبقى في التاريخ، تاريخ لا يرحم. ولا ونخليه لاولادنا ونخليه لجيلنا. احنا قبلت ربينا على احكي لعليها يا بابا احكي لعليها طنطا. توا تسمع فيها اغاني درشنيه تلقى ولدك حافظ ولا بنتك حافظه حبيبي قرب بصي وبص. يا اخي انا ما عادش نغنيهم هذوما، نغنيهم الناس الكل. ترى قولوا لهم هما يغنيوا الاغاني هذيا معناتها حاجه. رايت انا اللي يغيبني ما عندناش وطنيه، ما عندناش روح الوطنيه في غنانا وفي يا رسول الله. حس ب ب ب حس ببلادك، هذاك دمك. انت تعدي 80% من الاغاني الشرقيه واللبنانيه، توا هما يعملوا لك قيمه وقدر كي تمشي غادي. انت حتى كي تتعدى في برنامج ما خذت خاطر، والا انت عامل ولا انت وليت فنان عربي كيما صبر رباعي هذاك هذاك، ولا فنان الناس الكل معناتها فنان عربي كيما لطيف عفيف كيما لطيفة كيما برشا اسماء معناتها معناتها قعدوا في كيما لطفي بوشناغ. هذوما كعبتين وكعبه معناتها بسيبنا عليهم معناتها لانهم هما يجيبوا هما يزيدوهم البلوس اضافه بيان سور. انت تهبط المغرب ولا الجزائر باش نشحوا المغاربه والجزائريه. انت حتى كي تتفرج في برنامج في المغرب ما تقعدش تتقهر على بلادك، حتى في لبستهم تراديسيونيل ما بنها ومحليها، حتى في غنائهم يجيبوا دي احنا حتى توا هاكا نقصد شوي. حتى كي يستدعي لك فنان تونسي تقولش عليه عمل عليك مزيان. حتى حاجه توجع القلب، فهمت؟ ان شاء الله الرئيس بتاعنا يبدل الاجواء ولايكا يظهر لي ما عادش هكا سمعت معناتها باش على الاقل يعملوا يقنوا القطاع يقنوه، لانه مش لانه توا كل واحد يحك راسه يولي فنان، كل واحد يحك راسه زاد حتى هذيك عندها قيمتها. لازمك باش تقدم حاجه، وان شاء الله زاد وزاره الثقافه بالنسبه ليهم انا اللي ريتو في فتره الكورونا الثقافة آخر اهتماماتهم. تهت حطنا وزير يا رسول الله. يا أخي الثقافة هكيكة معناتها عندكم البهيم القصير
ان شاء الله جاي خير وكها، واحنا ديما نأمل للخير وان شاء الله ربي معانا وكها. فن ليش جميل بصراحه معاه ولا ثلاثة نشوفوا فنانين يستقروا من خارج تونس. كيفاش فنانين يستقروا من خارج تونس؟ مثلا نشوفوا فنانة ناجحة جميلة تغني في مصر. جاتني في ورس ماهي فورس منهم مره، ثم نور مهنا هاني مهنا بلوتو اللي لحن، ديما نغلط ما بيناتهم، اللي لحن الذكرى هاني مهنا جاء تونس اسمعني قال لي توا تمشي معايا لمصر وعندك غنية حاضرة، هذه عامل فيه عندك غنية حاضرة وتمشي وقدمت للشركات. أنا الحقيقة أنا مرة نحب عائلتي برشا وما نجبش نبعد على دارنا وعلى عائلتي، أنا حتى كي نمشي نعمل حفلات البرة الحقيقة نقعد نهار نهارين ماكس ونروح. لولوية هي العائلتك. لولوية العائلتي العائلتي بالطبع، وهذا يراو نحكي لك فيه، جاتني فرص قبل زواجي أنا يسر أتشي بأمي وبأخوتي ما نجبش نبعد عليهم الحق. ممكن فما فنانين اخرين كي يلقاو الفرصه اللي ما لاعتش بيه يحب ينتشر عربيه، هذا حق مشروع ولا ايه ليش ها ليش قلت قول سامحني؟ ان شاء الله تسامحني امي ان شاء الله تسامحني، خاطر على قد تعبها وشقاها وعلى قد ما معايا معناتها في السراء والذراء وعلى قد ما هي معناتها امي الى حد الان هي المرأة اللي تحتوي، هي المرأة الوحيدة اللي قاعدة تحتوي فيها بحبها وبحنانها وبخوف عليا ومعناتها تحبني توا نوصل وتحبني نقدم وتخاف على هكا على هبة نسمة في بنتها ما تحبهاش. أمي كونسكرت حياتها لينا ربي يفضلها لنا، نقولها يا ربي إن شاء الله على التعب اللي تعبتهولك، رغم إني شنو تعب ما تعبتهاش برشا، أما هذي لفات إنها تخاف عليا وتحب بنتها ديما في تصويرة جميلة وتحب بنتها ديما هكا في العلالي. قول أمي إن شاء الله تسامحني على اللي تعبت معاي. وعلى شكون تقول شكر؟ شكرا لأمي، شكرا لأخوتي، شكرا لمرت خويا اللي في وقت المحن لقيتها، شكرا لزوجي اللي كيف كيف ديما معايا في السراء والذراء واللي لولاه، خاطر رجلي هو ولد فنان وفنان وبوه كان فرقة المنار طيب البحري وديما يشجع فيا وإلى حد الآن يشجعني وديما ورايا. عائلتي بصفة عامة نقولهم شكرا 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 على قد ما نقول شكرا وما نوفيش بجميلهم. يعطيك الصحة ناجحة ناجحة على قلب برنامج وفي فباش نخليك كلمة ختام وبعد ما نعطي إلى اللقاء باش تغنينا حاجة ختامية. حاضر كلمة ختام شو تحب تقول؟ نحب نقول إن شاء الله الجاي خير وإن شاء الله يا ربي تتنحى علينا هالغمة ونرجعوا نخدموا، لأنه بالحق توا الميادين الكل رجع تخدم يا رسول الله. كان الفن توا أنت كي تمشي للمارشي تمشي للحفله توا في الوتله الدنيا هكا بالعباد، الا الفن نعرفه يا خويا نعملوا بروتوكول صحي يمشي بين معناتها نقتديو به. مهرجانات نعملوا في دي سباس اوفيرت، نعملوا تباعد جسدي بالجالب كذا معناتها طاقه استيعاب نتاع 100 نعملوها 50، خلينا نخدموا وان شاء الله الجاي خير. ان شاء الله عندي غنيه ديو انا وسونيا نور الدين توا اول ما تحضر ان شاء الله نقول لكم عليها ونعديها معاكم. هذا هو. يعطيك الصحة. يعيش عفوا سامحوني. يعطيك الصحة نورتنا وشرفنا الناس، نورتنا نتاعنا اليوم بالغناء وكل شيء. شكرا لك. يعيشك ميرسي على الاستضافة، ميرسي لكم احلاكم يكيب حلوة وحسيتكم تخدموا بحب وان شاء الله يا ربي نشوفوها في العلالي وشوف راول ريت باش تنجح الإصرار والعزيمة، ولأنه بلاش إصرار وبلاش عزيمة راهو ما نوصلوش. يزمك تقرأ في روحك الثقة وتقول أنا بقدرة الإله باش نوصل، مادام عندي الكاباسيتي وعندي الكفاءة يلزمني نوصل بإذن الله. إن شاء الله توصلوا بقدرة ربي، إن شاء الله نشوفوها تزاحم
في الاذاعات اللي عندها اسمها تو. ان شاء الله يعطيك الصحه. نعيشها. شكرا لك مشاهدينا ومستمعي جو اف ام. هكا نوصلوا خدام برنامج كيما شو. ان شاء الله نتقابلوا ان شاء الله نتقابلوا الخميس الجاي من ساعتين الاربعة مباشره على جو اف ام. تحيه كامل الفريق العامل نيم، تحيه الفريق المساهم، تحيه كامل الفريق العاملين. نتقابل ان شاء الله الجمعه الجايه في الختام. خليكم مع نغم، نسمع اغنيه من اغاني ناجحه شمال، وبعد نتقابل ان شاء الله الجمعه الجايه. باي باي. نعملوا حاجه تونسيه. ما هو حاجه تونسيه ولا نعمل لكم الزيت؟ عملنا التونسي وعملنا الشرقي، نعملوا حاجه خليجيه. عام. انا نموت على التونسي. يعني نحب نعمل كيما قلت لك، هو به راوت الانفتاح على الثقافات. حلو، لكن ديما التونسي بتاعنا قبل. انا حتى في عروضي نعملته 100% تونسي. نعمل شطر لولاني نتاع السهره اغنيه انا الخاصه. مش يسمعوني العباد. شطر السهره الاخرى تراثنا. مقادير 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 يا قلب العنان، مقادير مقادير، وش ذنبي أنا؟ مقادير مقادير يا قلب العنان، مقادير وش ذنبي أنا؟ مقادير يا قلب العنا، مقادير وش ذنبي انا؟ مقادير وتمضي حياتي مشاوير واتمنى الهنا، مقادير وتمضي حياتي مشاوير واتمنى الهنا، مقادير ومقادير. طفو يعطيك الصحة ناجحة. هكا نوصلوا لختام برنامجنا، نتقابلوا إن شاء الله كما قلت لكم الخميس الجاي على جو اف ام. باي باي.